حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهنأ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد قائلا: اسمحوا لي أن أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام، وأهنيكم وكل عام وأنتم بخير. وكمان أضاف السيسي في كلمته: أريد أن أوصيكم وأوصي كل المصريين بهذه المناسبة بأن ما فيش حد يقدر يفرق بيننا، وأن الموضوع ده مهم جدا وهنعمله كلنا، وكلنا لازم أن احنا نرجع أكتر من الأول. وقال كمان: أوصيكم ونفسي وكل الموجودين أنه ما فيش حاجة هتأذينا، سواء ظروفنا الاقتصادية أو السياسية أو حاجة هتقدر، وكل حاجة هنقدر عليها. وتابع كمان قائلا: أن من سنن ربنا سبحانه وتعالى التنوع والاختلاف، ربنا خلقنا أشكال وألوان وديانات ولغات وعادات وتقاليد مختلفة، وما فيش حد يقدر أنه هو يخلي الناس كلهم شيء واحد. وكمان قال أن مصر يعني علمت البشرية من السنين كتير جدا، وقال كمان ان كلنا، كنت اتكلم مع احد المفكرين من ايام قليله، وقال ان احنا محتاجين نكتب او لكتب تعلم ولادنا في المدارس والجامعات معنى الاختلاف، وان احنا كمان نتقبل الاختلاف ده، ولو عملنا ده فعلا هنبقى مثل كبير جدا ونموذج في المحبة الحقيقية ما بين الناس. وقال كمان الرئيس ان احنا تأخرنا عليكم في ترميم واصلاح ما حرق من كنائس خلال عام 2013، وخلال السنة دي هيتم اصلاح كل ده، وارجو كمان ان انتوا تقبلوا اعتذارنا عن اللي حصل، وان شاء الله السنة المقبلة مش هيكون في كنيسة أو بيت من بيوتكم إلا وقد تم ترميمها. وكمان أضاف السيسي أن إصلاح الكنائس مش تفضلا منا، لكن ده حق ليكم، وأن مش هننسى أبدا الموقف الوطني الجميل والعظيم للبابا توادروس خلال الفترة دي. وكمان قال: أشكر البابا توادروس وبأشكركم كلكم. تعالوا بقى نشوف الفيديو. عايزين نحب بعضنا بجد ونحترم بعضنا بجد، فيا رب نعرف نحب بعضنا بجد. فكل سنة وانتم طيبين. خليني اقول لكم، انا عايز اوصيكم واوصي كل المصريين بالمناسبة ديت: شوفوا ومن فضلكم توقفوا قدام كلامي كويس. محدش ابدا يفرق بينا. ايه ده؟ ده مهم جدا، الموضوع ده مهم قوي، والموضوع مش انا اعمله بس، ده نعمله كلنا. اسمعوا بفضلكم، كلنا لازم نرجع مش زي زمان، اكتر. احنا مع بعض. يا رب يديم الحب، يعني يا رب يديم الحب. فانا عايز اوصيكم واوصي نفسي واوصي كل اللي موجودين معانا هنا: شوفوا تاني، مفيش حاجة تأذينا، لا ظروفنا الاقتصادية ولا حتى ظروفنا السياسية ولا أي حاجة. أي حاجة ممكن نقدر عليها إلا إن احنا نختلف. وعايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى سننه في الوجود التنوع والاختلاف، سننه في الوجود التنوع والاختلاف. مفيش حاجة واحدة غيره هو، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين: أديان، أشكال، ألوان، لغات، عادات، تقاليد، كل حاجة. محدش يقدر يخلي الناس، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، محدش لا قدر قبل كده ولا هيقدر بعد كده يخلي الناس حاجة واحدة. محدش هيقدر، ده مش انا بقول ان ده مش حدش هيقدر يعمله. اسمعوا، احنا كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين.
كالعادة رسائل مهمة جدا ليها مغزى مش بس للمصريين مع بعض، لكن واضحة وصريحة للعالم كله، وهو ان احنا نقبل الاختلاف، نقبل اختلاف مش بس في العقائد والديانات ولكن ايضا في وجهات النظر. دي مش الزيارة الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعياد، برضو السنة الماضية برضو زار الكاتدرائية في الاعياد، ودي رسالة هامة من رئيس دولة، من قائد مهمته ان هو يوحد صفوف الشعب كلهم يعني تحت راية واحدة، وهي راية الوحدة الوطنية، وان احنا ما يبقاش في بيننا انقسامات، لان ده هي دي سنة الحياة ودي السنة اللي خلق عليها ربنا الكون.